للاسف كنتاسفوا، جينا الصباح هذا على اثر هذه الفاجعه هذه. جينا مع السبعه الصباح، اتصلوا بنا بعض الاخوان، جينا لقينا هاد السبعه ديال الاخوان هنايا، سبعه البرار تحرقت لهم كتبهم، واحد السيد اخر تيبيع لي قامه تاهو تحرقت ليه واحد الكروسه ديال اللي قامه، واحد البراكه كاينه في سويق دبابه الكره العريضه اون فاس مع الجامع حتى هي تحرقت. يعني هادو بعض الشرجيمه اللي دازوا بالليل، متسكعين اللي دازوا بالليل وقعدوا تيشعلوا العافيه في اضرام النار، والسلطات السلطات الامنيه بالليل ما كايناش وما تيضروا تيداروا هذه الفوضى هذه. وهذا هو مصدر العيش ديالنا حنايا. حنايا كنا في الحجر الصحي 3 شهور هذه محظورين، سالنا المدخول ديالنا، ملي خرجنا بينا نخدموا وبينا نترزقوا الله تعالى، لقينا تصابنا بهذا الالم هذا. وتنتمسوا من السيد الوالي الله يجازيه بخير شي التفاته من حقه هو يجي، من حقنا حنا يجي يشوفنا، لانه الشباب اللي معنا هنايا شباب موجزين وشباب معطلين عن العمل وعندهم اجازات عليا. الضعيف فينا عنده شهاده البكالوريا وما خدامش وتيلتجئ لهذه الحرفه ديال بيع الكتب المستعمله. لذلك تنطلبوا من السيد الوالي الله يجازيه بخير يجي شي التفاته ويجي يشوفنا عين هذا المكان وتكون شي بادره منه هويا، لانه راه تقهرنا في هذا القند. خويا راه تقريبا على الخسائر الماديه هنايا كاين الكتاب اللي غادي نجيب لك كتاب، واحد الكتاب على سبيل المثال ديال 300 درهم جديد. حنا كيجيو عندنا الناس اللي الناس شويه تيجي للسوق القديم تيقتنيو تقريبا 100 درهم ثلث ديال الثمن. يعني الناس يناسبهم الاثمنه اللي كاينه هنايا، الناس ما كيلتج للسوق القديم الا للضروره، تاعتهم الضروره باش يجيو لهنايا. اللي وقع هو ان الجيرات تحرق، اللي حرقوا حنا ما عرفناش، اللي عطى الله هو هذا. راه داك الشيء باش كيقتاتوا هاد الناس، هاد العائلات راه سبعه ديال الدراري اللي تقاسوا، راه كل شيء مشى لهم، راس المال ديالهم وديك البركه باش كيدوزوا العام كامل وراه تحرقات لهم. حنا تنتمناو من الله من السلطه المحليه ولا السلطات ولا المجتمع المدني انهم يتعاونوا معنا على هاد الخساره هادي، خصوصا مع هذه الجائحه ديال كوفيد 19، لانه الازمه كانت اقتصاديه وكملت ملي تحرقنا، راه الامر لله. حنا تنتمناو من جميع المواطنين تعاونوا معنا، خصوصا السلطات المحليه ولا المجتمع المدني تعاونوا معنا. حنا كنديروها واحد وسيله توصل بين الطلبه وبين الجامعه وبين القارئ، ومعاونين بهاد الكتبيين الكتب المستعمله، كنساعدوا في الاقتصاد ونساعدوا في التنميه الثقافيه. ما نقدرش نعطيك بالضبط لانه كتاب مع بزاف ديال الكتب والقيمه ديالهم كتغير على حسب الظروف. كتقدر تكون مثلا كل واحد عنده مثلا جوج ثلاثه اربعه المليون، تقدر تكون عنده واحد، تقدر يعني ما يقدرش تحكم عليها بالضبط. حيت القيمه ديال الكتاب القديم ما عندهاش شي ثمن محدد بالضبط، تيتغير على حسب الاقدميه ديالو وعلى حسب اهميه ديالو.